تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت مؤسسة مصر الخير أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية الشاملة التي يتم تسييرها إلى 17 محافظة مصرية كقاطرة لعدد من قوافل المساعدات الغذائية التي تنطلق تباعاً خلال الشهر الكريم. النهاردة احنا مع مصر الخير، واحنا بنشرف ان نكون شركاء مع مصر الخير في هذه القوافل. النهاردة بتنطلق، لكن هي مستمرة. الأسبوع اللي جاي هيحصل انطلاقة من أحد محافظات الوجه القبلي، والأسبوع اللي بعده أحد محافظات الوجه البحري، مش بس من القاهرة. احنا هندخل معاهم كتضامن اجتماعي. احنا حريصين جدا على علاقتنا بالمجتمع المدني، بنقدر دوره جدا في هذا العطاء. اكثر من 600 طن من المواد الغذائية والخضروات واللحوم البيضاء وادوات التعقيم والتطهير تنطلق في الفوج الاول 65 الف كرتونة، كما تنطلق الاسبوعين القادمين قافلتين بالتعاون ايضا بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتحمل كل جهة نصف تكلفة القافلة. وتنطلق القافلة الأولى من الإسكندرية بحمولة 45 ألف كرتونة، والأخرى تنطلق من أسيوط وتحمل 50 ألف كرتونة. النهاردة معانا القافلة المجمعة الأولى. النهاردة بنستهدف أن احنا نخدم 65 ألف أسرة في 17 محافظة. كمية الوجبات اللي طالعة من هنا النهاردة تكفي تقريبا 1,200,000 وجبة. دي مش أول أنشطة لينا في رمضان، احنا شغالين في أنشطة رمضان من يوم 15 مارس اللي فات، من بداية جائحة كورونا، ومكملين لغاية ما الجائحة تنزاح عن مصر. قدرنا نوفر طول الوقت اللي فات تقريبا كميات غذائية 4000 طن غذائي، مواد من المكونات المختلفة، سواء كان كراتين الجافة أو كان خضروات طازجة أو كان مصادر للبروتين. الكميات اللي تم توفيرها دي خدمت على المستوى الجمهورية كلها 500,000 أسرة، وقدرنا نوفر سلع غذائية تقضي 7.5 مليون وجبة غذائية. مصر الخير بدأت الشغل على دعم الأسر الأكثر استحقاقا من أول ما حصل جائحة كورونا، ربنا يعفو عنا. يعني اشتغلنا برضو على دعم المستشفيات العزل والحجر الصحي، تعاملنا مع أكثر من 12 مستشفى، ووفرنا أكثر من 500,000 قطعة مستلزمات طبية، أكثر من حوالي 24 جهاز تنفس صناعي. النهارده اطلاق اول قافله للخير لمصر الخير، اكتر من 500 طن مواد غذائيه هتتحرك ل 17 محافظه، وان شاء الله القوافل الخير تتوالى خلال الفتره اللي جايه في شهر رمضان باذن الله. وزاره التضامن الاجتماعي تمثل المظله التي تحتوي برامج الحمايه الاجتماعيه المختلفه التي تقدم الدعم اللوجستي والعيني وفحص وتدقيق قواعد بيانات المستحقين بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني، التي من بينها مؤسسة مصر الخير.